أخيرا وعودة لنادي الزمالك، هل تتوقع نجاح الأسوري هذا الموسم مع نادي الزمالك؟ ولو طلب منك مرة أخرى التواجد مع نادي الزمالك في جهاز أسوري، ستقبل أم لا؟ Yo ya lo comenté, trabajar para mí en Zamalek es un honor, yo creo que es كما un sueño ذكرت، سأتشرف que van a tener un بتدريب club الزمالك إذا تسنت لي histórico الفرصة. como هو أحد Zamalek الأندية التاريخية es والكبرى difícil في decírtelo, ¿no? مصر Entonces, bueno, si llega el وإفريقيا. momento, pues lógicamente lo estudiaremos. Nunca podemos decir que sí, seguro, porque لا لا la situación, el حيث contexto أنه لا يوجد عرض، particular todo فأنا mucho, لا أستطيع pero bueno, القرار si te llames Zamalek, حاليا، ولكن سيسعدني es siempre العمل في ha sido نادي la الزمالك. respuesta positiva, ¿no? هذه إجاباتي. بيدرو جوميز كارمونا، مدرب فالنسيا وريال مدريد بيتيس السابق، اللي كان مرشح للعمل مع أوسوريو في نادي الزمالك. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.